وإنما لما ظهرت الجهمية قالوا القرآن مخلوق، والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم، لما ظهروا أهل السنة بيّنوا أن القرآن منزل غير مخلوق، ردًا عليهم وإبطالًا لقولهم، لأن هذا معناه إذا قيل أنه مخلوق فمعناه أن الله لا يتكلم، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع ولا يبصر جماد. تمثال في الآية الأخرى: اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم لأنه جماد، فدل على أن الذي لا يكلم أنه ليس بإله. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، كما قال في الآية الأخرى: ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني لا يكلمهم، ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. وأن هذه ليست المصدرية، هذه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، الأصل أنه لا يرجع، خففت وصارت ألا يرجع، لذلك صار الفعل مرفوعا بعدها. فالحاصل أن الذي لا يتكلم لا يصلح للربوبية والإلهية، لأنه ناقص، وكيف يأمر وكيف ينهى كيف يدبر وهو لا يتكلم؟ هذا تعجيز لله عز وجل. الله جل وعلا يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر دائما وأبدا. كلمات الله لا تحصى، الذي يتكلم بها ويأمر وينهى ويدبر لا تحصى ولا تكتبها البحار وأقلام الدنيا. الجهمية يأتون يقولون كلام الله مخلوق، الفجرة الكفرة، فهذا فيه وصف الله بالعجز، وأنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. وفيه أيضا أن هذا القرآن ليس كلام الله، أنه تقولون هذا كلام الله ليس كلام الله، هذا مخلوق. فبهذا القرآن هو الأصل الأول من أصول الأدلة، إذا كان ليس كلام الله كيف يستدل به؟ هذا قصدهم، وهي دسيسة يهودية، لأن أصل مذهب الجهمية مأخوذ عن اليهود، كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته الحموية أنه مأخوذ عن اليهود، وليس هذا بغريب على اليهود لعنهم الله، الذين حرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا، فهذه دسيسة من اليهود ليبطلوا القرآن الذي بأيدي المسلمين. فهذا مذهب خبيث، ولهذا انبر الأئمة في رده وإبطاله وبيان أنه زيف مدسوس